نبتدي احنا بقى باخبارنا الداخليه ونشوف اللي بيحصل. اولا النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع المهندس طارق ابيل وزير التجاره والصناعه، ووجه بتوفير قروض لاصحاب المنشات الصغيره والمتوسطه بفايده تبلغ 5%، ومش بس كده، تسهيلات للسداد توصل لعشر سنين، ده في اطار مبادره الرئيس لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه. وزير التجارة والصناعة وضح أن المجمعات هتتيح حوالي 500 منشأة صناعية، دول هيكونوا جاهزين للتشغيل، هيخدموا الصناعات الصغيرة والمتوسطة وهيوفروا كل التسهيلات علشان يبتدوا النشاط الخاص بهم من خلال تيسير إجراءات الترخيص وتوفير المرافق مع إمكانية الحصول على جميع الخدمات بشكل مرن وسريع يلائم جميع الاحتياجات الصناعية. ده غير كمان التركيز على التفاعل والتكامل ما بين مختلف أنواع الصناعات بحكم تجاورها وتمركزها في منطقة واحدة.